تيجوا up to 70% discount. ده اللينك اللي موجود فيه كل البراندات اللي تلاقوه سعره رخيص تشتروه على طول. وزي ما قلنا لكم قبل كده انا وانفلونسرز تانيين ان البراندات بتاعتهم كلها اوريجينال. نفسي ان انا يعني ابسط صحابي كلهم في مصر واجيب لهم كل حاجات المطبخ، بس للاسف زي ما انتوا عارفين حاجه المطبخ يعني مش بس بتتكسر كمان تقيله، فلو هتطلبوا طبعا يعني كذا حد هيطلب حاجات كتير ممكن طبعا نشحن مره واحده وخلاص. بس حاجه المطبخ بجد يا جماعه حلوه جدا، وبالذات الساتس بتاعه الاطباق دي فظيعه. واساسا حاجه المطبخ الشهر اللي فات كان عليهم ديسكاونت خرافي، دلوقتي اي ديسكاونت تلاقوه لحاجه المطبخ خدوه على طول من غير تفكير. الشهر اللي فات بجد كان عاملين ديسكاونت خرافية على المطبخ، دلوقتي مقللين ديسكاونت عليه شوية، بس انا متأكدة ان هو على قرب العيد هيبتدوا يرخصوا حاجة المطبخ شوية. بس دلوقتي هم مركزين جدا على الهدوم والفوزات وكده، فما تنسوش تستخدموا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.